النص المليان مع ماهر قدورة. بدي أقولكم قصة الدبانة اللي كانت مجننتني وأنا ساكن بالويبدة وأنا وصغير. أحاول تضلها تضرب بالأزاز وأزعجتني، فأجي أفتح الشباك حتى تطلع تضلها تحاول تضرب بالأزاز، بتحاول مرة بعد مرة نفس الشيء، تتوقع إنه تطلع. ياه قديش في منا ناس بيتكرروا نفس الشغلة نفس الشغلة بتوقعوا النتيجة تكون مختلفة. لا يا جماعة، إذا النتيجة بدك إياها تغير لازم تغير بطريقتك، وهذا النص المليان اليوم.